أتعهد بأننا سنقوم بمهر. هالأخر بحال كي غرق مالك صاحبي ركت قرزع. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. ندوزو الأول فيديو على بركة الله. شوفوا هذا الفيديو الأول. حبس قبل ما نبداو، السبونسور ديال هذا الفيديو هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تربح فيه المال، واللي بغيت تسجل الرابط راه كاين تحت من هذا الفيديو. الا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح $130 اللي هي 26000 ريال. وان اكس بيت واحد البلاتفورم اللي كتدخل وكتختار الفريق الفائز، واذا كان داك الفريق هو الفائز كتربح المال. يلا دابا نكملوا الفيديو. اخواني افاضل، اخواتي الفضلات، الفضلات قولوا بالفضلات الكرفي لوسخ. لا حول، هذه في الافتتاح ديالها ديال البحر الابيض المتوسط العربيه كتاكل العصب بحال كراغيله. شو دابا تشوفوا تحترموا تشوفوا تقول هذا استاذ جامعي مثقف عامل راسو وبالنظر وباللبسه وراسو صلاح. شوف راس الفيتاس، شوف على هضرك ما عرفش يعطي جمله مفيده صح. واش جبنا هنا؟ شوف نمشيو حنا غير الناس الدراري الشباب اللي كيقرا، جيب اي واحد تما غير اختاروا في اي اعداديه ولا اي ثانويه وهزو وعطي هاد الورقه يقراها لك بجد نتوما صاحبي. وجابوك مادام جابوك انت، اذا راه جابو شي واحد عندهم عامر. شوف اللي عامر كيدير، شوف اللي عامر كيدير. اسمع اخواني افاضل، اخواتي الفضلايات، فضلايات فضلايات. والله لا، ماذا يمكن ان نقول؟ لا يمكن ان نقول اي شيء في هذه الحاله. السيد رئيس المجلس وسيدة الرؤساء وسيدة الرؤساء سير كيصفروا لي صافي تفرش. ودوك اللي كيصفروا بريوسهم ما عارفينش يطلعوا يقراوها في ورقة. انت اسمع السادة والسيدات، اطارات اطر السادة والسيدات الاطارات المحلية، السادة اعضاء اللجنة المنظمة للدورة، اللجنة المنظمة للدورة، هو اللجنة المنظمة للدورة، منظمة راسها ماشي. سير اصلع سير. السادة والسيدات من عائلة الصحافة من عائلة الصحافة أشكركم على تلبية دعوتنا. نشكركم على تلبية دعوتنا. قريوك العربية، وانت بالكوستيم ديالك. واش بقات في الكوستيم؟ متمانيا لكم. أتعهد بأننا سنقوم بمهر. هالأخر بحال كي غرق مالك صاحبي ركت قرزع بحال ليك واش غرقتي؟ هالأخر باش تعرف راه شوف راه كي راه بحال رايك الخوي الما في الربله الا كنحاولوا باش هادو نوعيوه بصاحبي. انت شوف اتعهد باننا سنقوم بمهر كيك ديك التبته زعما ديال راه الكحه اللي جاتني ماشي تلفت هو راه ما عرفش اش يقولها. شوف عاود شوف الغرقه شوف كي غرق. اتعهد باننا سنقوم بمهر سير والاخلاص بالمبادئ الروح الرياضيه الحقيقيه. حتى الفرنسي وقلنا زعما بكون فرنسا راه قراتكم الفرنسي مزيان بقات شوف واحد كيحل رجليه بحال اللي بايتيري رونالدو بحال اللي بغا يضرب رونالدو كفره راه حل رجليه والوقفه وليدي كتشوف الدماغ الريح كيصوت فيه. انت قلنا العربيه ممكن هادو مو فرناسين وكذا حتى الفرنسي كتعكل فيها صاحبي. اسمع الحقيقيه شوف كنو دات وي شو ضروري الكحة زعما راه الكحة جاتني اجبع راسك اشري شيت ان ذيس ميديتيرانيان تش
تيراني بقات في الجبد ديال الهضره ديالك راه غنمسك لا حول ولا قوه. دوز الفيديو اخر. شوفوا لنا ابن جمال هذه الجلابه المغربيه الرائعه مغربيه اتونسيون راه واحد يد قبل منك قال كرغوليه طرز رباطي ها بالطرز بالسميه ديال الطرز يلا الموديل شوفوا الخدمه شحال مكحوفه وشوفوا التيسي تاعها شحال شباب التيسي تاعها شباب عند الكراغ اللي هي زوين شباب هي زوين دو فوا موديل بزاف شباب من بوتيك حالين نذكروا بعنوان محل متواجد في وهران في وهران اتونسيون احنا بدينا وحده كوزميتيك اكسيلونس وحده راه شنو كيديروا في الاول كيقول لك الطاجين المغربي الطاجين الجزائري تاع الكسكس المغربي الكسكس الجزائري دابا كيهزوه دابا يبدلوا لي غير الكولور ولا شي تجبيده ولا شي قنت بحال اللي بغيت تحيد كوبيريت لشي فوتو كتبدل ليها بالفوتوشوب باش تولي ديالك محل يقدم لكم خدمه التوصيل في 58 ولايه ولي بانكم جمله وديكار وهذا الموديل متوفر في الالوان متوفر في الليطار قلنا الثمن قلنا الثمن نشوفوا شحال تقابل شحال وصلت عندكم تما حنا هنا راه رخيصه انا حتى دابا قلتش الثمن ها الجلابه عاود راه شتي هاد فيديو ديال واحد كيقول لهم الجلابه جزائريه اش من الجلابه الجزائريه الله يهديك دوز الفيديو اخر لو كان مشي المغرب في وقت الثورة مع محمد الخامس الله يرحمه جزائر ما توليش تستقل ها المعقول اخيرا لقينا واحد اخيرا واحد بعقله ولكن باين ما عايش في الجزائر سير ما تنساوش هذو المغاربة مسلمين حتى واحد ما يقوليش بلي المغاربة ماهمش خاوة معنا هما مسلمين حنا من جهتنا حنا راه كنطبقوا خاوة خاوة كاين من جهتكم ما كديروهاش هذا بعث الله بين وهما راهم معنا الى طول الممات راك تدافع بشراسه على المغرب سي نقاز ما حملوش قال لي راك تدافع بشراسه على المغرب ما حملوش اسمع الى طول الممات راك تدافع بشراسه على المغرب سي نقاز شوف لازم الناس يحلوا عينيهم راكم تشوف لا بيسونس ايكونوميك تاع اوروبا دوله واحده ما دير والو فرنسا الالمان بلجيكا اسبانيا ايطاليا انجليز راهم مليح في رحبه راهم عارفين باللي هذه لا مونديزاسيون راهي صعيبه بزاف والجزائر وحدها عندنا قطره تاع بترول وقطره تاع غاز ورانا حاسبين باللي يعني نكونوا غون بيسونس الله الا عنده الحق قطره ديال الغاز ويا ريت ديك القطره ديال الغاز وديال البترول كتبقى عندكم ديك القطره راه داوها مشات لوروب نتوما جالسين شادين الريح لا لازم نعلو بليس شويه يا في 5 كوزين دارمومون لو كان مشي تماما هذا قال الهضره زوينه علاش هذا ما نضحكوش عليه ولا نقولوا هذا راه هبيل ولا نجاوبوه ولا نهاجموه لا كيهضر بهضره منطقيه زوينه دوزو فيديو اخر هل ستكون لحوم الحمير والبغال حاضره على موائد الجزائريين لا حول ولا قوه الا بالله هذا كنعرف التكلاخ من الجواب انت تكزرتني محركه عندهم سير سنعودوا أزر اسمع هل ستكون لحوم الحمير والبغال حاضرة على موائد الجزائريين خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل رمضان جاي عاد كاين اللحم ديال الحمير يذبح البغال شحال بقى لرمضان الخوت قريب خصنا شي بروغرام ناضي في رمضان وقتاش بدا لونسيو لي فيديو سؤال رجعنا للحمد الحمير سير السؤال اعطينا السؤال استاذ اعطينا السؤال ربما يكون قد تبادر الى ذهن كل من تابع خبر سماح الحكومه باستيراد لحوم الحمير والبغال شنو اللي قلت شي حاجه قناه ديالهم سماح الحكومه لاستيراد لحوم البغال والحمير الحمير والبغال مناش من النيجر وداك النيجر ما عرفت واش معروفه بالحمير تربي بزاف الحمير زعما كثير عندها لان الكراغل دابا داكشي اللي عطيتيهم يتسالى بنادم كياكل عندهم تما لان بحال اللي خليتي واحد بالجوع حتى وجبتي ليه اللحم نيت مباشره راه كيطحن داكشي ما يكفيهم لا حمير لا بغال وتصور دابا كيذبحوا الحمير والبغال واللحم غالي عندهم فهم دابا هادي فقد ذكرت تلك الانواع من اللحوم سواء الطازج المبرد منها او المجمد في الجريده الرسميه تحت البند التعريفي رقم 0205 سير قلب على على هذا البند فين قالوها ضمن القرار الوزاري المؤرخ في 26 جانفي 2019 عقلوا على هذا الرقم عقلوا باش اللي قال لكم لما كان ياكلش اللحم الحمير يقول لي انت والموقع من قبل وزير التجارة وكما المواطنين
أبدى الخبراء بعض علامات الاستفهام قبل محاولة تقديم تفسيرات في الموضوع. علامات الاستفهام هي تبدلات الحالة ديالكم، ماشي الناس اللي كيتش من هب ودب يضخم في هذه الفواتير ويجيب أشياء ربما حتى المجتمع الجزائري المسلم ما يأخذهاش بعين الاعتبار. وإذا كانت الكمية التي تحتاجها الدولة الجزائرية لبعض الحيوانات كما ذكرتها أنت، الأسود وكذا، فهي تقوم الدولة مباشرة باستيرادها مع طريق المؤسسات الدولة مباشرة. لماذا تفتح مثل هذا الباب؟ وهذا راح يفتح لنا باب آخر إلى أن المتعاملين في مثل هذا الميدان ربما يسوق في بعض شوف عاد عرفت أنا علاش دايرين هكا اللحم اللي كتاكلو. دوز الفيديو آخر. ثلاث شباب سوريين بيدخلوا على مطعم بألمانيا، مطعم مغربي، اللافتة اللي محطوطة على خارج المطعم فيها مروكانيس ماروك. هنا مطعم مغربي، تفاهمنا، دايروا مغربي. شو المغاربة كيمشيوا لبرا كيديروا مشاريع؟ وريني شي مشروع داروا شي جزائري. ياك فرنسا انتوما عمرتوها شي بروجي. كاينين مغاربة عندهم متاجر في فرنسا، عندهم في إسبانيا، عندهم في ألمانيا، عندهم الناس خدامين ومعقول وكيديروا شي حاجة. كتعطيوها اللو مالي والطاسة والليالي وبغيتي واش ديروا شي حاجة مع مكل الخيل اللي كتمشيو تما كتلقاو الماكلة وتلقاو الشراب وتلقاو كلشي صافي كتنغمسوا. المغربي كيبقى في الأصل ديالو كيبقى مغربي فين ما مشى، وكيشوف أنه يدير شي بروجي يوصل لشي حاجة للهدف ديالو. الكرغولي كيبقى بحال الحمار مدرب طلق لودنو للقدام وغادي غادي أنت شوف نختصر لكم باش ما يضربناش هذا بشي كوبي رايت. المهم فوق المليون مشاو دوك السوريين. نوريكم دوك السوريين فاش مشاو فين هذا فين وراهو. مشاو السوريين وكلاو. ها انت صبار هنا شو هي هادي يعني فيكم تقعدوا بغير طاوله؟ اصر الجرسون اللي هنا فتنا مو مشاو. قالوا السوريين دخلوا قالوا ما على ماكله عند المغرب ناضيه، ها كيفاش الطاجين هذا وكياكلوا دايروا فلوق. فاش رجعوا عاود هذا فاش رجعوا عاود وقالوا كذا جزائري. المنتخب المغربي وتأهل لدور ال 16، فقلت لاحتفل انا الثاني على طريقتي وانطلق لجرب الدايت المغربي. بلشت اول شيء بالطاجين وفتت فوتي بعدين هنا كلات الطاجين عجبهم الحال. مشاو ورجعوا عاود وقالوا لك هذا الشيء جزائري في نفس المكان ونفس الماكله. ضربوا يوم الكراغل قال لهم سيروا هذا ودوروا معهم قال لهم قولوا هذه الماكله راه جزائريه. باعوا الماتش بالأطباق الجزائرية. رجعت عاود جزائرية الطاجين رجع عاد كليتي الطاجين المغربي رجع عاود الطاجين ونفس البلا ونفس المقهى. سير بعدا بدل البلاصة، سير عند شي مغربي آخر وقول له هادشي بكل الخينة صاحبي. لا حياة لمن تنادي. كيحاولوا يهزوا أي حاجة القوى، لا لباس لا ماكلة لا ثقافة لا الحضارة المغربية، كلشي بغاو يسرقوها. يخلص الاخر هذا الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على المساعدة، على الميساج اللي كيوصلني في الانستغرام. تحية لكم كبيرة والسلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي راكي درتي ليا انتي الكرو.